عرفي نفسك يا حاجة بعد إذنك. أنا اسمي ماما نور، الميدان كله هنا من أول 25 يسميني ماما، لأن أنا أم الشهداء اللي ماتوا الله يرحمهم، وأم الأبطال اللي واقفين هنا من أول الثورة. ما مشيوش، ما جريوش على كراسي، ولا جريوا على أحزاب، ولا جريوا على حاجة، ولا ليهم أي هدف، وأنا من معاهم من ضمنهم وبشجعهم. إن إحنا ملناش هدف إلا مصر، ربنا هو اللي حاطط في قلوبنا العزيمة والقوة، إن إحنا بنقول إن مفيش حاجة اتحققت. وأغلبية الشعب، وهي الداخلية على فكرة غلطت عمرها يوم الثلاث لما عملت العملة اللي هي عملتها دي فينا عشان تصحي الناس اللي هي كانت نايمة. لكن احنا عن نفسينا والعوذ بالله من قولي انا، وانا كمان واحدة من الناس، ما نمتش ولا ساعة ولا هديت ولا حسيت ان في حاجة جوايا بتقولي ان احنا عملنا حاجة، او الناس اللي ماتت دي خدت حقها، ولا ان هي حتى تاخد حقها في ان حاجة تتحقق من الثورة. مفيش حاجة اتحققت، كان بيضحك علينا. انا من اول يوم بقول يا جماعة احنا اتضحك علينا، من ساعة ما مشونا غصب عننا من هنا. انا ممشيتش، كنت كل يوم باجي، والناس كتير قوي عارفة ان انا كنت كل يوم باجي بقول يا جماعة احنا اتضحك علينا، احنا اتضحك علينا، استفتاء غير استفتاء احنا اتضحك علينا. فاحنا جينا الحمد لله ان هي الناس قامت تاني وفائت، وان شاء الله بقيت الناس برضو هتفوق وهتيجي، ان مفيش حاجة اتحققت، لان دي ثورة الله، ربنا هو اللي حط في قلوبنا، عشان ربنا ما بيرضاش بالظلم، ما بيرضاش بالإهانة، لان الشعب ده طيب جدا، شعب مصر ده مفيش اطيب منه، حتى لو في سلبيات بس هو طيب، طيب قوي قوي قوي، وبيصدق اي حاجة وبيتعاطف مع اي حد. بس للاسف ان احنا المفروض يا جماعة الطيبة ما تزيدش زيادة عن اللزوم عشان نعرف ناخد حقنا، لان الله الحق، الله هو المستعان. والثورة دي ربنا هيقويها ان شاء الله وهينصرها، واحنا موجودين هنا كل يوم، مش النهاردة بس، هي الناس بس اللي جت زودت معانا، وربنا يقوي الشباب ان شاء الله ويخليهم شباب مصر، مفيش اعظم منه، العظمة لله طبعا. شباب مصر جميل، وهياخد حقه من ظلمة اللي ظلموه في لقمة عيشه، ظلموه في علاجه، ظلموه في تعليمه، ظلموه في كل حاجة. واحنا بنقول دلوقتي اهو للميدان كله، بقول لهم خدوا حقكم ما تسكتوش، وربنا ان شاء الله هينصرنا. حتى هم لو معاهم سلاح، معاهم، احنا يوم الثلاث كنا عزل وكنا شوية قليلين، بس الحمد لله جابونا من عند الداخلية. اغلبية الاعلام بيقول الكذب، انا كنت مع النسيرة وبقوله مش خايفة، والله ما انا خايفة، انا رحت بالشباب لما لقيتهم ما يروحوا عشان يتكلموا، مش عشان يهجموا على الداخلية ولا للوزارة، يعملوا اي شغب ولا اي حاجة، عايزين يطلعوا اخواتهم اللي كل يوم التاني ياخدوهم ويحبسوهم. قلت لهم استنوا انا هاجي معاكم انا والناس الكبيرة المحترمة اللي هنا، ونخش ثلاثة اربعة نتكلم، لو في واحد من اللي ماسكنهم بلطجي او ما معهوش بطاقة او بيثبت عليه اي اجرام ما يطلعهوش. لكن الشباب ولاد الناس، الناس اللي دافع دم قلبها في ولادها ومعلماهم وماشي عليهم وطفحانه الدم فيهم، ما يجوش هم ياخدوهم عشان بيطالبوا بحقوقهم. ادي واحد ابنه الحاج ده، ابنه متاخد غلط، بنجري وراه عشان يطلعوه، مش راضيين، محكوم هو يحكي قصته. اسمحك، الخمسه اللي اتاخدوا دول طلعوا بعد الضرب اللي حصل في الداخليه؟ لا لسه، لسه في ولاد ما طلعوش، طلبوا مننا لسه في ناس ما طلعتش يوم الثلاث بالليل. أيوه. محدش طلع من احنا ما لحقناش نوصل، لقينا الناس اللي هم جايبينها، مش هقول بلطجيه لان دول ولادنا برضه، ناس عاديين زينا وشباب عاديين، احنا ما لحقناش نوصل، احنا ما لحقناش نوصل. وانا كنت واحده من الناس قريبه، لقينا الضرب الطوب اشتغل فينا، جابونا لحد الميدان هنا بالضرب، وبعد ساعه وساعتين انا قلت للوادي احنا مكاننا في الميدان، نقعد في الميدان. بعد ساعه جت القوه كلها بالغاز السائل للدموع، الناس اكيد شافت، اكاني 25 بنا حمالة اللي مفيش حد مات كتير، هم اتنين ماتوا بس مش برصاص عشان ما اكذبش، هم ماتوا، واحد القنبلة جت في وشه، وواحد اتذبح، الله اعلم اتذبح منين، هو طالع لنا مذبوح من هنا، طالع من هنا، البلطجية اللي هم كانوا جايبينه، بس العدد يعتبر برضو ان احنا ربنا حمانا، كنا قلة ومعناش أي حاجة ندافع بيها غير أزيد من طوبة، طوبة كانت بتتحدف عليه، هم كانوا بيحدفوا طوب ومعاهم أسلحة ومعاهم كل حاجة، بس احنا ربنا حمانا عشان نقف الوقفة دي النهاردة هنا. وبشكر حضرتك والحاج ده، اسمع قصته. ايوه، لان الحاج ده مصدوم سجن.